هذا الفيديو هو مقدمة لصنع الحلويات المثلجة. هناك نوعان من الحلويات المثلجة، اللبنية والمجمدة. الحلويات اللبنية كالآيس كريم، سوربي والجيلاتي تصنع في ماكينة مخصصة سوربيتيير التي تخفق وتجمد الخليط لتنتج قوام كريمي. أما الحلويات المجمدة مثل الجرانيت، السوفلي المثلج والبارفي فهي مجمدة في الثلاجة، مما يعني أن أساس الخلط قد تم تحضيره في القالب ثم تم تجميده. اليوم سوف نصنع البارفي وهي من الحلويات المجمدة. تكفي هذه الوصفة لأربعة أو ست أشخاص. أنت بحاجة إلى الأدوات التالية والمقادير التالية. أولاً، اخلطي السكر والماء وحركي حتى الذوبان. عندما يغلي السكر، أزيلي بقايا السكر عن أطراف القدر بواسطة الفرشاة والماء الساخن. أوضعي غطاء القدر لدقيقة أو دقيقتان، فيساعد البخار على ذوبان السكر من الأطراف. ارفعي درجة الحرارة حتى تصل حرارة السكر إلى 110 درجات. واصل الغليان دون أن تحركيه، لأن التحريك يسبب في تبلور السكر. عند الحصول على الحرارة المطلوبة، أضيفيه إلى البيض المخفوق ببطء مع الخلط المتواصل بالخلاط الكهربائي. واصل الخلط حتى يشتد المزيج ويصبح فاتح اللون ومتماسك. أضيفي الكريمة المخفوقة برفق فوق الخليط على ثلاث مراحل. اسكبي الخليط في الوعاء المستطيل وضعيه في البراد حتى يجمد. شاهدي الفيديو التالي حيث سنصنع البارفي بالقهوة باستخدام مهارتك الجديدة.